اتفضل. دلوقتي انا لو حبيت اتزوج زوجة ثانية، طيب لازم نفصلها على البيت كله، ولا ينفع ان انا احط مثلا الزوجة الثانية في الدور الثاني او الدور الثالث، يعني يكونوا تحت بعض؟ المهم لها مكان مستقل ضاق او اتسع، لان كل زوجه من زوجات النبي لها بيت. طب هنعمل ايه بقى في السلم؟ ها؟ السلم مشترك ما بينهم. ما فيش مشكله خلاص، بس المهم كلها شقه منفصله. طب يا شيخ، مثلا لو الزوجه الاولى مثلا علمت ان انا هتزوج الزوجه الثانيه، وبالعربي كده هتخرب الدنيا، يعني جالك هالي بكل جراءة، يعني هلم عليك البلد كلها وتبهدل الدنيا، اعمل ايه؟ اعمل ايه في الموضوع ده؟ والله انت حر، انت قد المشاكل خلاص، خد المشاكل واستعن بالله، ضعيف اسكت خلاص. لا، ما انا والله يعني مقتنع، انا مش متزوج عشان خاطر شيء فيها او كده، حتى كمان انا قلت لها الرعاية بتاعتك على دماغي وكده، لكن تعدد الزوجات سنة. المهم النهاية، انت النهاية ان انا اعمل فيها ايه؟ هي تخرب الدنيا وانا محتاج اتزوج، اطلقها يعني مثلا يا شيخ؟ لا، لو ما وصلت لدرجة انها تبهدل الدنيا بالطريقة اللي هي بتقولها. عندك اولاد منها؟ عندي 3 اولاد، وانا عايز اتزوج الثانية، ولو رزقني الله واتزوج الثالثة اتزوج الثالثة. الله يعيننا وإياك. الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تخاصروا اني اباهي بكم الامم يوم القيامة. خلاص طيب، ما انت وتعدد الزوجات سنة مهجورة. خلاص. المهم يعني المهم ان هي هتبهدل المهم الدنيا يعني يا شيخ، انا هعمل معاها ايه؟ جرب بنفسك. يعني اذا حكم كنت الشرع والدين في التصرف مع واحدة زي دي ايه؟ انت حر، اما انت بين الامرين، يعني اما ان تتزوج وتتحمل العواقب. هتحمل عواقب بقى في يا شيخ؟ هتضربك يعني؟ العواقب، ما انا قلت مثلا اتعامل معها ازاي؟ ارزحها علقه مش هتسقط برضه. ترزع علقه؟ انا خايف ان هي اللي ترزعك علقه. لا 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 لا، لا مش لا، هتوصل للدرجات، هي ممكن تبهدل الدنيا يعني ممكن تفرج على الشارع ممكن، لان هي قالت انا ما تجيبهاش هنا في البيت، وانا ما عنديش امكانيه ان انا ابني بيت ثاني او كده. عفوا، اذا اتفرج عليك الشارع ايه اللي هتخسره؟ اتفرج، ايه المشكله يعني؟ يقول يا شيخ اذا اتفرج عليك الشارع ايه المشكله؟ يعني لما تبهدل الدنيا وتصوت ولا كده، ولا هعمل معها ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انت اضرب نفسك. السلام.